صباحكم بالخير جميع مشاهدي شاشة نور الشباب. نهار جديد منبلشه مع كلمة الرب وفصل من الإنجيل المقدس مع الراهب المارون المريمي جوزيف سعد. المجد لله. أقرأ من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. قال الرب يسوع لتلاميذه: ها أنا أرسلكم كالخراف بين الذئاب، فكونوا حكماء كالحياة وودعاء كالحمام. احذروا الناس فإنهم سيسلمونكم إلى المجالس، وفي مجامعهم يجلدونكم، وتساقون إلى الولاة والملوك من أجلي شهادة لهم وللأمم. وحين يسلمونكم لا تهتموا كيف أو بماذا تتكلمون، فإنكم ستعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به. فلستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم هو المتكلم فيكم. وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأولاد على والديهم ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، ومن يصبر إلى المنتهى يخلص. حقا والأمان لجميعكم. فلستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم هو المتكلم فيكم. إذا بنقف اليوم بس على هيدي الفكرة، منشوف قديه ربنا اليوم حاضر بحياتنا، حاضر بكل مرحلة نحن عم نمرق فيها، تيكون هو الجواب على كل سؤال، على كل مشكلة، وعلى كل مشروع نحن عم نمرق فيه. بيقولون يسوع: أنا أرسلكم كالخراف بين الذئاب، مثل الباعث الثاني على الهلاك، باتوا على مصيره، ما في خلاص منه. بيقولون كونوا حكماء كالحياة وودعاء كالحمام. فإذا أخذنا الصفات يلي ببعض المطارح نحن منجهلها، إن كان عند الحية دايما نطلع فيها على أنها أذية، وعند الحمام أخذنا الوداع. إنما التحذير الكبير بقلنا ربنا: احذروا الإنسان، احذروا الناس، يعني انتبهوا من بعضكم. وبينبهنا من أقرب الناس لإلنا، من البي، من الخي، من الأخت، من كل شخص نحن عم نعيش بالمجتمع من حوله، من بعد ما يكون نبهنا من الأمم ومن المجالس اللي بعض المطارح فينا نقول هو أشخاص بيجهلونا، إنما كمان نبهنا من أقرب الناس لإلنا، تيقلنا بكل بساطة إنه الدرب صعب والشهادة ضرورية، ضروري اليوم نشهد، مش ضروري بالدم، إنما شهادة الحق هي الشهادة اللي مطلوبة منا، شهادة للملكوت هي الشهادة المطلوبة منا، الشهادة للحقيقة وللمحبة هي لازم تكون مشروعنا. مش هيك بيقولون يسوع: ما تهتموا قدام مين بتوقفوا، ما تهتموا مين بيسلمكم، لأنه حسب الإنجيل ما بقي حدا اليوم ما سلمنا. بقلنا ما تعتلوا هم، روح بيكون اللي فيكون هو اللي بيحكي. فإذا بدنا ننطلق من هون، قبل ما يكون معي أنا هيدا الروح، بدي أعرف أي روح أنا مالك، روح أي روح عم يشتغل فيه. هل أول شيء روح الدنيا؟ هل هو روح البقاء وغريزة البقاء؟ ولا هو روح بين السماوي يلي نلناه بالمعمودية ويلي مستعد للشهادة هو اللي راح يحكي فينا؟ يا هل ترى أنا قدام هالمجالس وبس تجي هيدي الساعة مستعد إنه أتخلى عن مشروعي، مستعد إني أتخلى عن ذاتي حتى يبين ربنا، واثق كل الثقة إنه الروح قادر يشتغل فيه ويعطيني الجواب المناسب بالمرحلة اللي أنا عم بمرق فيها؟ ولا نحن بعدنا لليوم منتكل على قوتنا، منتكل على تفكيرنا، منتكل على ذكائنا، وبالنسبة لإلنا أنا الحل، أنا اللي إذا ربطت ما حدا قادر يحل من بعدي، أو أنا اللي بحله غيري مش قادر يحله. فإذا الدعوة لإلنا نفتح عيوننا ونكون حاضرين لنكتشف حضور الروح القدس بذاتنا، حتى نعرف نعطيه المجال، نعطيه الحرية إنه يحكي باسمنا، إنه يشهد للآب يلي نحن تعمدنا باسمه، يعني احنا تناولنا جسد ودم ابنه، وبذات الوقت
نحن مثبتين بروحه. فإذا صار معنا كل اللازم حتى ننطلق، صار معنا كل اللازم مش تنستشهد بس، إنما تنشهد للحق، تتكون كلمتنا كلمة قاطعة تشهد للمحبة، تشهد للحب اللي بذل ذاته، لأنه بلا هالحب بلا هالمحبة يلي ربنا سلمنا إياها، بلا هالأمانة يلي هي جوهر حياتنا، نحن اليوم كل شهادتنا ما العازة، كل شهادتنا باطلة. فإذا خلونا نعرف نتحد بهالروح، نعرف نوقف مثل ما وقف يسوع قدام الجلادين، قدام كل شخص كان عم يصرخ صلبه، ونعرف نختار يسوع بكل لحظة حتى نكون تلميذ لهالكلمة، شهداء لهالحقيقة، وبذات الوقت تلميذ لربنا. آمين. مشاهدينا رح نتوقف مع فاصل ومنرجع لكم. وحبك من زمان يسوع.
يسوع انت الحياة، كن عون لكل محتاج. عودة لكم مشاهدينا. أبونا أهلا وسهلا فيك من جديد. مرسي نور. أبونا، بداية يسوع بهالإنجيل بيرسلنا كالخراف بين الذئاب، شو دلالة هالأمر علما أنه الذئب هو يلي عادة بفوت على القطيع بيقف بوجهن؟ ليش هالمرة صورة من قلبه، ويعني مثل ما حضرتك قلت أنه مثل الواحد بعت التاني على الهلاك، يعني ليش اليوم عم يرسلنا الله بهالطريقة كغنم وسط الذئاب؟ إذا فينا نقول بنطلق من هون بنرجع نشوف يسوع يلي اول واحد انطلق بيناتنا. نحن دائما بنستعمل هالكلام يلي استعمله النبي كشاة سيقة الى الذبح، عم نشوفها كنا على صوره الله يلي عم بينساق للذبح. فاليوم نحن التلاميذ مطلوب منا دائما نمشي على خطى المعلم، نمشي على خطى يسوع. مشان هيك يسوع بيختار هالصوره المعكوسه، انه انا ارسلكم كالخراف بين الذئاب. يعني اليوم عم بيرسل هالوداعة، عم بيرسلنا بدون سلاح، يعني بعد أرقى شيء ممكن نحن نكون عم نتعرف عليه اللي هي الخراف، تتنطلق نحو الذئاب، تتروض الذئاب، تتعيش بين الذئاب، تتعطي البشرة السارة لشخص يلي ببعض المطارح همه بس نفسه، همه بس كيف هو يعيش، همه كيف يصمد لبكرة. فهيدا الانطلاقة اللي معكوس عملنا يسوع اليوم، ما بقى نخاف، ما بقى نتردد، بالعكس لازم علينا اليوم نحن ننطلق ونروح صوب الخطر، صوب المجهول، صوب اللي ممكن يأذينا، لأنه ما بقى في شيء ممكن ينهي هالعلاقة بينا وبين ربنا. وقلنا ربنا خلص أنا غلبت العالم، فمن كان معه الله فمن عليه. فمن هيدي النقطة هون ما بقى في لزوم أنا خاف من هالشيء اللي أكتر شيء هو متربص فيه، يلي هو يلي هني الذئاب. يسوع بيعطيهم مثل هيك نصيحة، بيقول لهم كونوا حكماءك الحياة وبسطاءك الحمام. يعني بأي طريقة نحن نقدر نطبق هالجملة بحياتنا، يعني لحتى نقدر نعيشها؟ يعني شو هي حكمة الحياة، شو هي بساطة الحمام يلي عم يطلبها منا يسوع؟ إذا بنجي نطلع فيهم كفئتين من الحيوانات، بنشوف إنه الحية فعلا ذكية، بتعرف كيف تختار، بتعرف كيف تصطاد، بتعرف كيف تنتبه على حالها. وبذات الوقت الحمام يلي عنده هالبساطه، يلي بيعيش ما بيفكر ببكره، بيتنقل وكل عالم بتطلع فيه بتنبسط فيه. اللي مطلوب نحن منا هالبشاره اللي حاملينا بحاجه لهو الصفتين، بحاجه اليوم انا اكون عندي هالبراءه وهالوداعه مثل ما موجوده عند الحمام، وهالبساطه بالحضور، لانه بنهي كلام ربنا هو بسيط، وكلام ربنا بيتجسد إن كان بالكلام وإن كان بالأفعال. فمن هون علينا نحن نكون هالصورة يلي بعض المطارح بتتجسد ببساطة الحمام. وبذات الوقت الحكمة يلي بتمتلك الحية أنه نعرف نسكت، نعرف نوقف، نعرف نختار الموقف يلي عم ناخده. وبذات الوقت أكيد باتكالنا على الروح القدس، بنعمة الروح القدس، نعرف نحكم عقولنا حتى نكون عم نعيش رسالة ربنا. يعني هون منلاقي في صفات ممكن الواحد يستخدمها لرسالته بدرب الرب، بدرب الملكوت، وهالصفات ممكن كمان يستعملها بطريقة بتأذيه. كيف على الإنسان أنه هو يقدر يعرف يوظف هالصفات، إذا فينا نقول بالطريق الصحيح؟ الإنسان بيتميز بصفاته، والصفات حسب كيف، مثل ما أنت عم تقولي، حسب كيف نحن منتصرف فيها منستشف منها خير وشر. صح. هون بترجع للإنسان بذاته، أنا اليوم شو هدفي من المشروع؟ أنا اليوم ليش حابب انطلق صوب هالفكرة؟ ليش يمكن من الأساس حابب روح للبشارة؟ يا هل ترى هي محبة بالبشارة، ولا هل هي اليوم أنا في إلي مجد من وراها، في إلي صورة من وراها عم بشتغل أنا عليها؟ فمن هيدا الانطلاقة هون قادر أنا وظف
كل النعم وكل المواهب يلي ربنا أعطيني إياها شو ما كانت تكون. اليوم في كتير إذا بنجي منطلع ربنا شبهنا بالحية، بس عارف شو اختاره من الحية؟ يعني إحنا منطلع بالحية بنقول حيوان مأذي، أو منطلع بالحمام بنقول شو هالطير الغشيم. بس ربنا اليوم اختار الصفات المميزة يلي بتساعد بالبنيان، وإحنا بذات الطريقة كلنا بنعرف حالنا، وما حدا منا بيجهل أفكاره أو نواياه. فإذا علي أنا أكون واضح بمسيرتي، واضح أول شيء مع ذاتي، مقتنع بمشروعي، وعارف حالي أنا اليوم أنه هالمشروع هو لربنا ولخلاص البشرية ولاكتمال الملكوت، ولا أنا اليوم عم فتش على مجد أرضي، على مجد ذاتي، على حب الظهور، حتى أكون عم بعيش يلي أنا حابب عيشه بذاتي. قلت بالتأمل أنه أكبر تحذير ليسوع كان هون أنه عم بحذرنا من الإنسان. ليش عم بحذرنا من الإنسان، وكيف نحن بنعرف أي متى لازم نحذر من غيرنا؟ ربنا حذرنا من الإنسان لأنه ببعض المطارح أو بالواقع هو الشخص أو هو الإنسان، أو خلينا نقول الشيء الوحيد اللي عايش معنا يلي رح يسبب لي ببعض المطارح الأذية، إنما بذات الوقت هو سبب للمجد. اليوم ربنا حذرنا منه مش تناخد احتياطنا منه، حذرنا منه حتى تكون تعاملنا معه تعاملنا مع تعامل الخراف مع الذئاب. اليوم علينا نعرف ننطلق. حذرنا انه هول الاشخاص هن اللي راح يسلموك. ورجع فتلنا بالتفاصيل، الانسان من هو الانسان اللي راح يسلمنا، ان كان الملوك، الحكام، اهل البيت، هالاشخاص هي اللي راح تسلمنا، هي هالانسان يلي عم بيسلمنا، وما ترك مجال لصديق سمى الكل. الكل راح يسلم الكل. فإذا أنا علي اليوم مش أخذ حذري منهم، إنما بذات الوقت كون مستعد لهالمواجهة، لأنه أنا يمكن مش بي اللي سلمني، بس خي بي اللي سلمه، أو فلان أمه اللي سلمته. علينا نعرف نكون واضحين إنه هالتسليم منه تسليم للموت، هالتسليم منه للهلاك، إنما اليوم فيها تكون تسليم للتجربة، فيها تكون تسليم لملذات العالم، فيها تكون تسليم لمشاريع ما بتخدم مصلحتي، إنما اليوم هالعالم سلمتني لإله يمكن حتى تضيع لي طريقي، تغير لي بمسيرتي، أو بكل بساطة أخرني عن المشروع اللي أنا رايح صوبه. أبونا بيقول يسوع هون: فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به. وبيرجع بيفسر إنه الروح القدس هو اللي بيتكلم من خلالنا. يعني بهيك لحظة شو هو سلاحنا نحن كإنسان، وكيف بدنا نتحضر لهيك لحظة؟ كيف بدنا نحن نكتشف مثل حضرتك قلت حضور الروح القدس بحياتنا؟ بهيدي المرحلة ما في قدامي إلا الثقة، أوثق إنه ربنا هو اللي رح يحكي بهالمواقف، بس بده يكون أنا مشترط على حالي إنه أنا تارك المجال لربنا هو اللي يحكي، تارك المجال إنه ربنا هو اللي يتصرف. لو قد ما ساءت الحال، احنا اليوم نوقف قدام مواقف ومنصير نقول انه انا ليش حكيت هيك، ببقى عارف حالي انه هالكلمه اللي قلتها هي كلمه الحق، وعارف انه الخيار اللي ماشي فيه او الطريق اللي ماشي فيها هي اللي مزبوطه، بس بذات الوقت عم بتطلع وعم شوف حيطان عم تنزل على راسي والعالم عم بيتخبط قدامي. هون علي بلش اوثق بربنا انه ربنا هو اللي عم يشتغل، انه ربنا هو اللي حاطط ايده، لانه قدام هالتدمير والتكسير اللي منشوفه منلاقي بالآخر في شيء كبير بيّن تحت الركام، تحت الرماد يلي نحن ماشيين اتجاهه، بلحظة من اللحظات، بنسمة هواء عليل، بلحظة أمل صغير، منلاقي أنه أف ليك بشو مرقنا وليك شو تكسر من حولنا، توصلنا مطرح ما نحن اليوم بهالعظمة بهالمجد اللي نحن عم نعيش فيه. فأهم شغلة بحياتنا قدام هيك مجالس، قدام هيك مواقف، أني أوثق بربنا أنه هالكلمة اللي عم بقولها أنا مبنية أول شيء على كلام ربنا، مبنية على حياة ربنا، وكل هدفي من هالوقفة ومن هالمواجهة أنه أكون عم بقول الحق، عم بعيش المحبة، وكل هدفي أنه أكون عم بمجد اسم ربنا. يعني أبونا هون كيف على الغنم أنه ينتصروا على الذئاب؟ وين تكمن قوتهم؟ بشو لازم هن يتسلحوا اليوم؟ اليوم الخراف إلى راعي، وقت اللي الخراف الراعي ماشي حده، الذئاب ما فيها تقرب، والراعي بيلحق الخراف وين ما راحت. بنشوف يسوع بالمثل يلي عطينا اياه، الراعي يلي ضيع خروف واحد من مية ترك القطيع وطلع يفتش عليه.
فإذا هالقطيع الكبير يلي نحن منعيش ضمنه، يلي نحن هالقطيع يلي ربنا مستلمه، ما حدا منا قادر يضيع. وين ما رحنا ربنا ماشي ورانا ودايما حاضر تيرجعنا للحظيرة للأمان. بس أنا ما في بقى لزوم خيف، لأنه ربنا حاضر قدام كل مرحلة، قدام كل المصاعب، قدام كل شغلة ممكن تستوقفنا فيها خطر وفيها أذية، ربنا حاضر. أبونا بيقولون يسوع أنه تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. قديش نحن اليوم حاضرين كمسيحيين كرمال نحارب كل الأمور اللي حوالينا الحياتية من أجل اسم المسيح، ننتصر على الشر، ننتصر على الخطيئة. يعني نحن اليوم شو مطلوب منا كمسيحيين بحياتنا اليومية لحتى نقدر نوقف بوجه الكل قدام اسم يسوع؟ العالم طبيعي يضطهدنا لأنه ببساطة ما بيفهم نحن شو اللي عم نعيشه. بالنسبة لهم أنه من آمن بشخص كتب عنه التاريخ بكتاب اسمه إنجيل مات، بالنسبة لهم ما في مجال كان يقوم، وبالنسبة لنا نحن قام من بين الأموات وهو إله الآلهة وهو هو الحياة اللي موجودة بداخلنا. هيدي بتخلق مشكلة للعالم من حولنا، وبذات الوقت هي شهادة كبيرة لقلنا نحن صارت مطلوبة. اللي مطلوب مني أنه عيش هالشي اللي أنا مأمن فيه، أن عيش هالكلمة اللي هي ربنا، اللي هي بتتلخص بالمحبة، وانطلق نحو هالعالم. منه مشروع هين، ومنه مشروع منصله من اليوم لبكرة، هو مشروع بياخد وقت، هو مشروع مليان عثرات ومليان مصاعب. إنما أنا عارف أنه اللي مأمن فيه اللي متكل عليه غلب العالم، غلب الموت ترميه. فإذا أنا انتصر علي العالم، الموت ولا يمكن يقدر ينتصر علي. فمنون هيدا الانطلاق أول شغلة، أنا اليوم ما عندي شيء أخسره، أنا أصلا ممتلك كل شيء. من هون علي انطلق نحو الذئاب، نحو المجهول، نحو البشارة، حتى نحو الموت. لأنه عارف الطريق ما بتخلص بالموت، الطريق بتخلص بالقيامة. فأنا اللي علي أعمله أنه أتكل على ربنا و امشي طريق ربنا يلي تختصر بالجلجلة. ربنا عايش 3 سنين بالعالم، عمل عجايب، عمل شعبية. نعم. بس اليوم هالشعبية هي اللي هلكته، هالشعبية هي اللي صرخت اصلبه. وبذات الوقت كرمال هالشعبية يسوع حمل صليبه ومات كرمالهم وكرمالنا تا يوصل لمجد القيامة ويخلصنا. أبونا يسوع كمان بيحكي عن الصبر هون، بيقول الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. كيف اليوم الإنسان بيتحلى بالصبر؟ شو دور الصبر بحياتنا المسيحية؟ وهل هو مطلوب من كل شخص بده يصير على درب القداسة كمان؟ لأنه منشوف كتير قديسين بيتحلوا بهيدا الصفة، يعني لقدروا هن وصلوا لهالقداسة. قدام كل المصاعب أو كل المشاكل، الإنسان اللي ما بيصبر بس صعب كتير يلاقي الحل الواضح قدامه، أو ينتبه للحل أو يوصل لحل بطريقة آمنة. فإذا الصبر هو أول انطلاقة لإلنا بحياة الشيء كنا عم نعمل. اليوم اللي عم يعمل مشروع بده يصبر حتى يدرس تفاصيل المشروع اللي عم يمشي فيه، يلي واقع بمشكلة بده يصبر حتى يشوف أطراف المشكلة من وين بتنطلق وين بتخلص، وحتى يلاقي الحل الأنسب. وهون أكيد بده صبر حتى ينفذ وينطلق بهالمشروع. الصبر هو مفتاح حياتنا، وخصوصا بالمجتمع اللي نحن عايشين اليوم والظروف اللي نحن عايشين فيها اليوم. إذا بدي أقتل حالي على الحل ما رح أوصل لمحل، لأنه الحل منه واضح والحل بعيد منه قريب. فإذا حل الوحيد بالوقت الحالي هو إني أصبر، طول بالي لأي متى. هيدي الشغلة مش نحن نتحكم فيها، نحن اللي علينا نعمله إنه اليوم نصبر، علي طول بالي، علي أفهم إنه جاي الحل، جاي الأمل، في رجاء، في نهاية للشي اللي أنا بعيش فيه. بس علي اليوم أصبر. بقلنا يا ربنا من يصبر إلى المنتهى يخلص. أي منتهى عم بيحكي؟ في كتير نقاط فينا نحط المنتهى، يمكن نهاية العالم، يمكن تكون نهاية الإنسان بذاته، يمكن تكون نهاية المشكلة، يمكن نهاية حياة الله شيء من حولنا موجود. فإذا الصبر هو المفتاح حتى نوصل مطرح ما كنا واصلين.
أبونا بكلمة أخيرة، قديش اليوم هالإنجيل بينطبق على واقعنا اللي عم نعيشه اليوم، إنه المسيح موجود بين الذئاب من شر من حوله؟ يعني كيف، يعني شو بتوجه هيك نصيحة، وشو بتقول لكل مسيح عم بيجرب يقاوم كل هالشر من حوله، كل هالخطيئة، وعم بيجرب يعيش مسيحيته بهالجو؟ قديش اليوم عن جد المسيح بده يقدر يتحمل كتير من يلي حوله؟ وانت مثل ما قلت انه لازم نعيش شهادة الحقيقة والمحبة، قديش فينا نحن نكون تلاميذ ليسوع المسيح بكل هالواقع اليوم؟ قدي حلوة بهيدي نقطة هون، الشهادة. صرنا عارفين وين رايحين، عارفين نحن وين، وعارفين التفاصيل بأدق تفاصيلها. صارت الشهادة عنوان لقلنا، صارت الشهادة محور حياتنا، مش مطلوب منا بقى إلا أنه نعيشها، إلا أنه نطبق كلام ربنا. والإنجيل اليوم كان واضح، وأكيد بينعيش بلحظتها، باللحظة اللي إحنا عم نعيشها بينعيش بحذافيره. اليوم أقرب الناس لقلنا صارت عم بتسلمنا، أقرب الناس لقلنا هي اللي عم تأذينا. نعم. كل شيء مطلوب منا نحن نشهد لربنا، نشهد للحق، نعيش المحبة. لكن شو صارت الأشياء بسيطة؟ أنه اليوم عم نقول لبعض حبوا بعضكم رغم الأذية، سامحوا بعضكم رغم قد ما كانت الإساءة كبيرة. ما إلا معنى اليوم نقعد نحسب لبعضنا بالوقت العالم صار ضيق وصار عم بيزركنا أكتر وأكتر. فهون صارت قدي أنا بنطلق نحو هالشهادة اللي عم بيحكي عنها ربنا، قدي أنا بطول صبري، قدي أنا بتحمل هالأذية يلي بعض المطارح ما هي أذية. إذا مجي نحن ومنطلع كل نهار عن نهار هو انطلاقة جديدة لإلنا مع ربنا. فإذا أنا كل مرة بصبر، كل مرة أنا بنمى بربنا، كل مرة أنا قادر أشهد أكتر لهالإله يلي تجسد فينا، لهالإله يلي عطينا كل نعمه، لهالإله يلي حاضر بكل لحظة عم نعيشها، وبزيت الوقت عم بيدعينا أنه نستشهد مش مرة إنما كل يوم أكثر من مرة. أبونا شكرا لك لحضورك معنا، الراهب المريمي المارون المريمي جوزف سعد، أهلا وسهلا فيك. مرسي إلك نور. مشاهدينا لهون بنكون وصلنا لختم حلقتنا، لاقونا بموعد جديد بكرة وفقرات جديدة، إلى اللقاء.